أرض الإخبارية الموجز. أفاد المدير الجهوي لسحاب القيروان معمر الحاجي أنه تم ليلة البارحة سرقة قطع من الألمنيوم من المستشفى الميداني بالقيروان الذي تم تخصيصه سابقا لمرضى كوفيد-19. وأضاف الحاجي في تصريح لمفد الحياة فام زبير العياري أنه تمت معاينة أثار السرقة من طرف السلطة الأمنية ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد هوية السارق. الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء تخصيص 27 مركزا لتجميع نتائج الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر الحالي. الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. كرم السفير الفلسطيني بتونس اليوم الثلاثاء الشاب التونسي الذي اقتحم أرضية ملعب مباراة تونس وفرنسا بمونديال كأس العالم في قطر رافعا علم فلسطين. وقالت السفارة الفلسطينية في بيان لها إن ما قام به الشاب التونسي تأكيد على أن فلسطين كانت وستبقى في وجدان وعقول الشعب التونسي الشقيق وشعوب العالم أجمع المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس. عربيا، خرج الالاف من المغاربة الى الشوارع مساء اليوم للاحتفال ببلوغ منتخب بلادهم لكرة القدم الدور الربع النهائي في بطولة كأس العالم بقطر للمرة الاولى في تاريخ المملكة والدول العربية. ووفق الاناضول سدت فرحة كبيرة الشوارع والمنازل والاماكن المخصصة لمتابعة المباراة بعد تغلب اسود الاطلس بركلات الترجيح على المنتخب الاسباني بثلاثة اهداف دون مقابل. أقر مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي بدلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس. جاء ذلك خلال جلسة رسمية للمجلس عقدت في بنغازي ناقش خلالها مقترحا مقدما من رئيسه عقيل صالح يقضي بتشكيل محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا. وعقب الجلسة أصدر الناطق باسم المجلس بيانا مقتضبا قال فيه إن مجلس النواب قرر بالأغلبية قانونا للمحكمة كما الدستورية دون مزيد من التفاصيل. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز قدمته لكم نجلة خليفة هاني. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وفي أمان الله.